كلمة واحدة قالت لي اياها بنتي، يا ريت بقدر اقيم اسمك عن هويتي، يا ريت بقدر اقيم اسمك عن هويتي. قلت لها كتر خيرك. يروني وعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني اللي مش عارفين حكايتي. مرحبا، واضح انا اسمي غصون، معروفة باسم مريم، وصيدة عين مريسان، بتصيد سمكاتي وببيعون، والكل بيحبوني وكلهم أولادي وأنا أمهم. حرمت من 4، ربنا أعطاني 1,000,000 ولد. كيفي؟ هيدا مثل ابنة مريم، ربي كتير أولاد وكتير أشخاص مربيتهم هون على البحر، وأنا واحد منهم. يلي كنت أجي أتصيد معاه، هي علمتني الصيد، كانت تهتم فيني وتدير بال علي. مريم بعتبرها انا مثل امي، احلى ام بالعالم. كان عندي فيلا، صرت نايم هون الي 14 سنة، وهي سنة 2015. أي شيء هون، نام باكل بشرب هون، كرمال كلمة ظلم، يعني اتهمت بأشياء ما إلي فيها. وهيك لجأت للبحر، كنت آخذ 4 أنواع من الأدوية، كبيتهم بالبحر. ماشي، أنا بموع عن حالي، ما حدا بموع عني، ما في شيء بموع عني، انا بموع عن حالي، برقص بدبق وين بشوف ميوزك صير بخلع. بحب الرقص كثير، بحب الحياه، ما في شيء بموع عن حالي. بيقولوا عني قويه وكلهم بيلجأوا لي هون، بقدر احميهم من اشياء كثيرة. ما حدا بيقدر يعوضك عن اولادك، بس بحبهم مثل اولادي، بس يعوضوني عن اولادي لا ابدا. وجه رسالة لكل مرة، بعمرك ما توطي راسك للرجال، بعمرك ما تنحطي بالأرض، بعمرك ما تساعدي رجال. 18 سنة وأنا ساعده، دفعت دم قلبي لصار، عطيته مصاري قلبي تعبي حتى لي وصل، وآخر شيء دفشني بالسرماية. اوعى تأمني للرجال ابدا، كوني قويه، كوني قويه، واللي بدك تعمليه اعمليه لحالك، ما تعمليه لغيرك، مش لاولادك، ما تعمليه اولادي وكبونه، ما تعمليه لغيرك ابدا.